فيديو جديد وتحدي ضحك جديد. بس قبل ما نخش تحدي الضحك احب بقى ان ايه مش عارف اشكركم ولا اقول لكم ايه، بس انا اتاكدت صراحه ان انتوا زياطين وبتحبوا الهيصه والزيطه قوي. يعني لو انت مش فاهم بتكلم عن ايه، فالفيديو اللي فات في تحدي الضحك برضو كنا عملنا رياكت على حد فاهم بيعمل بيو بي بي يا احمد يا حسن ولا محمد حسن مش عارف، وانا بتفرج عليه قلت لكم تخش يا جماعه تسببوا اسمي عنده خليه يكتب اسمي، وانتوا ما شاء الله قمتوا بالواجب والله العظيم. بعدها باسبوع بفتح تيك توك بصدفه لقيت يجي اكتر من 400 500 منشن والله العظيم جاي لي عليه على الفيديو هو عمله. فانا اول ما شفته يعني في الصوره قلت بقى ايه وش قال اسمي، وفعلا قال اسمي ونزلت انا الفيديو ورياكتت عليه. يعني هو ده لو حبيت تشوفه يعني في الشورتات عندي في يوتيوب وانستجرام وتيك توك. الفكره في حاجه ان الناس دخلت تقول لي الف مبروك يا مروان طلتها ونلتها مش عارف ايه مش عارف ايه، وفرحان لك جدا ان هو قال اسمك. مش فاهم والله ما فهمتش الصراحه. ومش كده بس، في الشورتس على يوتيوب عندي الناس بتقول لي اقول اسمها يعني، والنبي قول مام محمد والنبي الجاي محمد، مش انا والله العظيم. احب اشكركم زياطين. اشكركم على ايه برده؟ زياطين تحبوا الزيطه انتوا مش والله العظيم ما فاهم، خايف اقول لكم حاجه تعملوها فبلاش يعني. المهم النهارده عندنا تحدي ضحك جديد، مش هطلب لكم اي طلبات تاني، هنخش نرياكت عليها ونشوف ايه يعني بعد العيد بقى في حاجه جديده ولا لا، هنشوف يعني. قبل ما نبدا بس يا ريت تعمل لايك عشان انتوا بتنسوا. ها بتنسوا اعمل لايك وشيركوا مشترك وشيك الجرس، ويلا بينا نخش على الفيديو. احنا تقريبا عندنا حوالي 20 فيديو هنتفرج عليهم النهارده وربنا يستر بقى. اوكي يلا بسم الله الرحمن نبدا بقى اول فيديو معانا. ماشي ايه ده؟ ايه ده احنا داخلين فين؟ ده كانجر. اوكي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا عم الحاج؟ ايه ده؟ انا اصلا كنا نازلين تحت حيوان، فالموضوع كان غريب شويه، فكان لنا كانجرو فقشطه يعني عادي بيشيل ابنه في كيس، بس ده ابنه. تخيل بتخش بجد بتتفرج فاهم، بشوف كده شوف الواد فاهم متنكر اهو. اللي بعده اللي بعده. ايه ده في ايه؟ اوكي انا مسكير ده اكتر منك. هيجربها بس إيه؟ انت بعيد عنها، هي مش هتجيبك اصلا. قول اه انا ليه حسيت بيها؟ بس انا حسيت ان هو مين هيعمل انا بتخيل والله العظيم انا تخيلاتي مريضه. ماشي يلا مش طبعا يا جماعه وشي منور عشان ده انستجرام طبعا. والله العظيم نفسي اعمله دارك مود مش لاقي والله العظيم. لو في ما علينا يعني نخش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده يحط رجليه في بتاع ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ عشان حاجه والله في ايه؟ ايه ده؟ السمك مات. هو السمك مات بجد ولا بيتهيألي؟ والله كان بيلعب اهو اول ما حط رجل. ايه ده؟ هي الدرجات دي رجليه ريحتها بشعه. اعتقد السمك دوت يعني بيستعب. عرفت لو السمك اللي تحط رجلك مش حط رجلك يعني تيجي جنبه يعمل نفسه ميت. عرفت ازاي السمك ازاي؟ اعتقد يعني ولا مفيش حاجه معرفش يعني. عفوا حاسك متضايقه. ايه ده؟ You look sad. Are you okay? Yeah. Everything is fine. Yeah, I'm just a little tired. Can I cheer you up actually? Sure. What's your name? Yeah. Your name is Charlotte. ايه والله؟ شارلوت شارلوت ايه ده؟ هو ده بقى ترند عالمي. الو بيو بيب بيب بقى ترند عالمي بقى شارلوت شارلوت. يا رب نيزك يا رب، عايزين النيزك ضروري ضروري لازم النيزك ينزل. عمر ادوي ده مصري سوري عربي يعني اعتقد عربي صح؟ ورانا والله العظيم ما تروحوش تبقى مفيش حاجه مش عايزين ما حدش ما تروحش نبقى حاجه. اللي بعده اللي بعده اللي بعده. الذكاء موهبه الناس بتضحك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. شفناه قبل كده غبي والله غبي ما شاء الله. يا اللي بعده اللي بعده اللي بعده. ايه ده انت مين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده عبيطه يابا. استنى يا عم يا بنت في ناموسة. انا مش فاهم الناموس اللي بيحلله يجي ليه لما بسجل ده والله. هي ناموسة واحدة بتقعد معايا طول عمرها والله. عبيطة دي عبيطة يا جماعة دي عبيطة عبيطة. محدش يعمل زيها محدش يعمل زيها. كل اللي جوه مش اللي بره. اللي بعده بقول لك مالكم داعي ليش حارسين؟ ايه؟ ايه ده؟ يا عيال ليش حارسين؟ واحد حارسين بس مالكم داعي؟ ايه ده؟ عنده حق يا اخي عنده حق والله العظيم عنده حق عنده حق. ليه حارسين والله العظيم؟ الحاجات اللي بتيجي فجاه دي بتتعبني والله العظيم. انا شايف ليه وشي منور؟ بقول لكم انا هقلل الاضاءه شويه عشان وشي بيفتح قوي بفهمني. سنعود بعد قليل. ما فرقش برضه بس انا وشي بيهدى قوي سبحان الله. الايمان والتقوى وايه ما شاء الله عليا. اللي بعده اللي بعده. ايه ده؟ ايه ده؟ دي ناموسه بس هو الفيديو مقلوب تقريبا ولا ايه مش عارف. ايه دي ناموسه؟ ناموسه والله.
هو بيعمل ايه؟ يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة ده مغناطيسين دول مغناطيسين احطها في يا ابن اللعيبة انا جات لي فكرة والله لو راجل خليك بقى موجود او انت اعتقد الناموس بيبقى في ميل هم لو راجلة والله اشوفك بس والاقي مغناطيس برضو يعني مش حلوة الفكرة دي حلوة حلوة نجربها 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 لماذا نحن هنا هو ابعد كوكب عن الشمس ايه بقى بانيا ايه بريطانيا لماذا نحن هنا يا جدعان هو الكلام ده بجد يعني عايز افهم بجد ده خامس فيديو اشوفه لنفس المذيع بيسال حد وهو يرد عليه حد يعني رائد غبي فاهمين هل ده بجد والله العظيم ولا هم مش فاهم كل الاغبياء بيطلعوا معاه في البرنامج بتاعه بس لا فيك 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 انا متاكد بنسبه كبيره ان ده فيك يعني ايه ايه ده طرقعت لي رجلي ايه ده لا اله الا الله ماشي خلاص انا خلاص دي بتعمل رجلي ماشي هو انا نفسي حد يطرقع لي ظهري ورجلي نفس الرياضه دي بس مش كده يعني هو طرقع عظمه مش موجوده تقريبا مفيش مفصل يطرقعه بس هو ما علينا طحن الخواطر سرعه الدبابات ايه ده في ايه الشعر ده ثانيه واحده ايه ده في ايه ايه ده وي وي ايه ده والله يعني ايه ده ايه الشعر ده وفي حد مش كده في الشارع والله سبحان الله سبحان الله يا اخي سبحان الله هي زحليقه الصراحه يا زحل باين اللي بعده اللي بعده بيقول لك قول لي الشهور الميلاديه بالانجليزيه تمام ميلاديه بالانجليزي اكتوبر فبريل ايه اغسطس ايه يناير ماه ها تيجي يناير حلو. فبريل برضو اغسطس والنبي لا اغسطس ديسمبر في ديسمبر باسكت لا 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 الراجل اللي عمل اللي عليه الصراحه اغسطس وفي ديسمبر وديسمبر وحاجات غريبه قوي سعادتك الله العظيم رب النت نت نت لا نت مالهاش علاقه بالنت نيزك عايزين يعني نيزك نيزك صح يا رب النيزك بقى داخلين والله العظيم جايبين فيديوهات من قاع 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 فتا كل حاجه والله بيقول لك تعطي مجانا للمره الاولى ما شاء الله ايوه السندوتشات الكبده اللي عندها هوا وملفوفه في ايه شهاده وفاه راجل ما كدبش الصراحه والله العظيم بيقول لك شهاده وفاه تعطى مجانيا للمره الاولى تعطى مجانيا راجل ما كدبش راجل ما كدبش كله يلا سلام انت والله هو الراجل ما كدبش ما كدبش ده الباكجينج بتاعه الباكجينج بتاعه شهاده وفاه يلا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اهم حاجه ما يكونش فيها مكتوب اسم مكتوب فيها اسم بجد ده سرقها منين دي والله العظيم ما تكون شهاده وفاه حد من قرايبه اللي بعده اللي بعده ايه ده تعب عليه هيجيب له واحدة هو مش هو بيضحكش بس هو فكرني بيا مش عارف ليه حاسس ان انا ممكن اعمل حاجة زي كده في حد مش عارف تمام تمام يا شعب تمام تمام هي الغتت هو ايه كمية المية اللي ببدأ عليها مية دي والله العظيم كل فيديو بلاقي مية في الاول ايه ده ايه هو ايه كله بيلحس هو كله بيلحس الحاجات دي كده ايه القرف ده بيردها لها يعني يا هي ما كانتش فيه غير واحده بترخم عليه فطلعتها لحاسبها من ناحيه زين فاهم انت هرجتك ان في حاجه كتير فبتديها له ياكلها لا هرجع لا هرجع هو ما طلعتش غير انها في واحده بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش واكل حاجه قبل ما اسجل الفيديو دوت الحمد لله اللي بعده اللي بعده احنا فاضل لنا خمس فيديوهات كده عشان ايه بدات والله العظيم معايا ماشي بيقول لك من معه رقم رئيس الهند الموضوع زاد عن حده يبقى فيلم هندي مسلسل هندي حاجه الحاجات اللي بتشلك دي الحمد لله يلا بسم الله الرحمن الرحيم يكون بيقدر يجيب قطعه من القمر ايه ده هو اللي بلاك. يتزوجني قطعه من القمر ايه يعني لازم يجيبوا القمر على الارض ايه في ايه ايه ده هو كان في كام خمس ايه ده هو بيجيب هو بيشد القمر لازم مساعده لازم مش عارف يشد لوحده محتاجين خمسه كمان عشان يسدوه صحيح صح 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 بيشد اهو ايه ده ايه ده وقع حاجه منه استاذ امان عم تقرب لنا القمر شكرا شكرا القمر ايه ده لا اله الا الله ايش هذا
ايش هذا والله؟ هو اوفي كان بيبيع لي هو في ايه والله؟ هو بجد يا جماعه ده حاجات دي حقيقيه؟ سيبوكم من كده، ممكن الحاجات دي في الهند مثلا عادي بتعرض عليها، فاهم؟ خيال علمي مثلا. ايه موقف الناس اللي دبلجت؟ هل كانوا موافقين على الدبلجه دي ولا كانوا يعني ايه؟ مش فاهم والله. ما كانوا واقعين في فلوس وما عندهمش يعني واقعين يعني فاهم، عايزين حبه قرشين كده في ايديهم فخدوا ايه ما اعرفش. هتشل النهارده الفيديو غريب، في حاجات غريبه وحاجات تشل وحاجات تقرف حاجات. بيقول لك اول مره اشوف مقلب حقيقي. السلام عليكم شباب، اليوم راح اسوي مقلب اخويا. ايه ده؟ راح اسوي له مقلب. ايه ده كان فاتح عينيه والله؟ شوف رده فعله والله كان فاتح عينيه. خوفه وهو نايم. ماشي بو مقلب مقلب بالله حسبك اني لا لا وين الكاميرا؟ اي اللي بعده. الفيديو اللي ما انمليت منه. اوكي ماشي. قطه وعندنا حمام كتير، فهي فوت هتنقض على واحده منهم دلوقتي. اتمنى اتمنى هتنقض فهتعمل شغل باظ. شايف لي بحلق بتاعي لنفسي يعني. نيكست. بيقول لك اسوأ مقعد في الحافله في الاتوبيس يعني. عندك فاضي هناك. ايه ده؟ والله عظيم. اي ريليت والله. دي حقيقي دي حقيقي والله العظيم. لا دي صح دي صح. للاسف انت بتبقى قاعد فاهمين وبما يعني بغض النظر انت البتاع اللي تحتيك تبقى مولعه، تبقى بتبقى قاعد على الموتور ما تبقى حاجه تحتيك تبقى سخنه قوي 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 فاهم، وتبقى قاعد وكله باصص لك. دي حقيقه. اي ريليت الصراحه. لا دي ترو دي ترو دي ترو. اخر فيديو معانا، اخر فيديو معانا وان شاء الله يبقى كويس يعني ان شاء الله عشان تعبت. ايه ايه ده؟ بقول لك به س ما جددت به رشه لونيه وبه رشه لمننك فاب. بسم الله الرحيم. ايه ده؟ انا بس ابوس برشلونيه. ايه برشلونيه يبوسوني. بسم الله توكلنا على الله والله برشلوني. بسم الله توكلنا على الله والله برشلوني. طب انا برشلوني والله، انا فاكر برشلوني والله العظيم يعني مش 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 حاجه يعني مش مش بس برشلوني. واحد كتب لك مستحيل ابيع مدير عشان بنت. الله عليك يا ابني والله العظيم كذاب. كفايه كده كفايه 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 عشان بنات والله العظيم اباه اتاه فاهم. عشان انا مش شايف حاجات غريبه والله العظيم، حاسس ان الترجمه دي او الكلام ده صح يعني بس انا مش شايفه صح والله. كفايه كفايه. ستوب ستوب ستوب. بس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو اكون لسه اتمنى اكون انتوا عسى احياء يعني لسه فيكم الصحه يعني والله العظيم. مش عارف يعني بجد بفكر اقفل السلسله دي خالص بقى عشان عيبت الصراحه. المهم وبس كده يا شباب ده كان فيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم الفيديو تعمل لايك وشير وبس كده. مش طبعا كلكم على السوشيال ميديا انستجرام وتويتر وتيك توك وايه تاني والله العظيم والله العظيم بتعب اهم كلهم. واشوفكم الفيديو الجاي. يلا سلام. فكريات فكريات.